هاي. كلمة unfriend عم نسمعها ونقولها كتير هالأيام مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، بس الكلمة ظهرت قبل هالمواقع وبيعود الفضل باختراعها لشيكسبير يلي كان أول مين استخدمها كفعل سنة 1659. أول استخدام للكلمة عبر الإنترنت كان سنة 2003 مع أحد مستخدمي يوزنت تحت اسم ووهو. unfriend كانت كلمة العام بمعجم أكسفورد سنة 2009 وشرحها بيقول إزالة الشخص من لائحة الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها فيسبوك. National Unfriend Day هو عيد غير رسمي بيهدف لتشجيع إزالة الأصدقاء المش حقيقيين من فيسبوك. أطلقوا جيمي كيمل ب 17 تشرين الثاني سنة 2010 بمحاولة لتذكير المجتمع بالمعنى الحقيقي للصداقة. مين قال إنه الإجراءات المتخذة بمثل هالنهار غربلة لائحة الأصدقاء وتعزيز الخصوصية بالبروفايلز؟ أنا قال. بشوفكم بكره.